دمرتر. أعيدكم لسه متأكد كيف فعلت ولكن فعلت. السلام عليكم، مرحبا بكم، اسمي ياسين. هنا وصلنا في الحلقة السابقة، عدنا بحلقة جديدة من تختيم لعبة ريد ديد ريدامشن. يا سلام جون مارسون، الجرافيك الخطير والمميز، لكن ميكانيزميات اللعبة لا زالت نفسها. يعني أننا سنعيش يا أصدقاء هذه اللعبة التي عاشها الكثير من الناس، وصراحة القصة فيها فإنها مميزة. المهم، هذا هو منزلنا، هذا هو خيلنا أسود خطير وشعره يا أصدقاء، فإنها أشقر شيء أنا ما رائع. لدينا هناك بي الخاصة ببوني، سنذهب لها الآن. Let's go مع الخيل الخاص بنا يا صديق. هيا يا أحسن شايد الدجاج. الدجاج يرعى في المزرعة الخاصة ببوني. انتظر شي لميس يا حبيبي، ركزهم، الجو ساخن. هذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الجو ساخن. سنذهب عند الآنسة. طريقة الجري ليست يعني دقيقة مثل Red Dead Redemption 2 لكن مميزة. أوبستاكل شيء ما. وصلنا عند مستر مارسون. How are you doing? I'm good. Good. Everything is good. Well, I'm fine. Thank you. So, هل لديك بعض الماء؟ ريبز. نعم. كل شيء تمام الحمد لله. لقد شوفينا الآن. Good. Come in. Come in. نعم نحن. You never did tell me how you met that Bill Williams. Bill Williamson. تريد منا أن نخبرها بالقصة كيف التقينا ببيل ويليامسون؟ Well, why not if you don't? If you don't mind me asking. تريد معرفة التفاصيل. لا يريد إخبارها. تريد ترك الأمر سير شيئا ما. نعم بالفعل الأمر معقد. دينجر. نعم. قال لها إذا أخبرتك ممكن أن تكون حياتك في خطر ومزرعتك في خطر. نعم بالفعل. لا نريد إخبارك لأننا نحترمك ولا نريد إدخالك في هذه المعمعة. Impressed. ها. أنا في إمكان جون مارسون تحدث معها وإخبارها بأن كان مع الجانج وتعارك يا رفاق ضد السلطات رجال بينكرتون الكوارث، سرقنا البنوك في سان ديني. صديقنا مرض ومات. آرثر مورغان. تريد يا رفاق السباق ضدي؟ حسنا هيا هناك شيف معك الجانج سلينجر. جون مارسون يا صديقي، جون مارسون الجانج سلينجر. بطبيعة الحال سنسبقها. هيا بسرعة. يا سلام يا سلام يا سلام. من سيسبقها، نحن أم هي؟ بطبيعة الحال نحن. هيا بسرعة بسرعة بسرعة، اركب في الخيل. مشكل خطأ. ضغطت على الزر الخطأ يا صديقي. وقعت بأننا سنركب في الخيل كما نركب في جي تي اف 5. ضغطت على اف لكي اركب في السيارة. انتظرتني. توقعت بأننا ستذهب وسألحق بها. 2 1 Let's go. هنا يا أصدقائي يجب عليهم الضغط من طريقة خطيرة جدا إذا أردتم سبقها. والصامينة عندنا، ركزوا الصامينة كيف تنزل. سنضغط فقط هكذا. يس. إذا مررتم فوق من النار كأنكم مررتم فوق من تشيك بوينت. ركزوا. خطير. يس. أو مشكل. هناك لا استامينا. نزلت لي استامينا. انتظر ويجب علي اكتشاف لأن هناك استراتيجية. حتى ولو نزلت لكم استامينا ستحتفظون على السرعة. ركزوا. بدأت أفهم الاستراتيجية. ركزوا. Your horse will run faster away on loss in. نعم لقد فهم. يعني يجب علي البقاء يا أصدقاء في الطريق. ركزوا. نعم. أنا جاي يا أيتها الأنسة. ابتعدي لك يا أمور. هيا. واو بيبي. مشكلة. لقد جمعت الصامين. هيا. يا سلام. ما رأيت يا رفاق عبر الجسم. ممتاز. اكتشفت الاستراتيجية يا أصدقاء. يجب عليكم الضغط. وانتظار الصامينة حتى تمتلئ شيء ما هو بعدها الضغط. لكن صراحة الضغط على شيفت بهذه الطريقة فإنها تتعب الأصابع يا أصدقاء في لكدي. خصوصا في هذه السباق. ركزوا. يجب علي البقاء في الطريق يا صديقي. دور يا أيها المفضل. هيا دور. أتوقع. فهمت. أحسن. هنا هاتي الدورات صعبة صراحة. الصامينة بدأت في النزول. هركزوا. سننتظر قليلا. هيا نضرب الآن. صراحة تتعب الأصابع بلا كذب. إذا كانت هناك استراتيجية لكي نقوم بفعل توغل
ونجري يا رفاق ونحن طاغطون على الزر، فإن الأمر سيكون مميز، لكن مع الأسف غير موجود. صامينة جيدة الآن، صامينة جيدة. نطرق الخيل لكي يرتاح شيئا ما، إنكم عندما لا تضغطون فإن الخيل يرتاح. أشاهدكم أحسنت. الآن 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 بسرعة بسرعة إني تأخر. هيا 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 وصلنا وصلنا للنهاية. الآن يا حبيبي سأدمر شيفت. أحسن أحسن أحسن. شيء دوس الصامينة بدأت ترتفع. سبقتها يا حبيبي. يا سلام، في الأخير عندما اقتربنا من الوصول للمزرعة دمرت. وبالفعل ما الفائز هم نحن. طريقة الجري صعبة شيئا ما ومتعبة، متعبة على الأصابع، لأن عليكم الضغط على شيء والضغط مرة أخرى، الضغط مرة أخرى لكي يجري الحصان. وإذا بقيتم ضاغطين على شيء فإنه سيمشي بسرعة أقل وسترفعون الصامينة، وحين يجب عليكم الضغط إنزال الصامينة مرة أخرى عندما تشاهدون بأن الصامينة نزلت الجري عادي حتى يرفع الصامينة وهكذا. يعني السباقات سهلة، المشكل هو أنها تتعب الأصابع، لأن الإصبع الذي يضغط على شيفت لا يضل ضاغطا بل يضل يا رفاق يضغط يضغط يضغط. فزنا في السباق. لدينا مهمة أخرى هنا خاصة ببوني، ظهرت لنا مهمة أخرى يا رفاقي. أين هي؟ بعيدة شاهدوا. مارشال جونسون، من هو هذا المارشال؟ وشاهدوا يا أصدقائي المنطقة تدل على أن هناك حيوان نادر. هاو هنا لدينا الخيول، هنا لدينا النمور، هنا لدينا هذا الإلك، هنا لدينا هذا الحيوان، وهنا الذئاب. يا سلام، يعني الحيوانات ستظهر يا أصدقاء إذا أردتم صيدها، الشيء مميز. حسنا سنأتي الآن لهذه المهمة الأخرى الخاصة ببوني، نساعدها لكي نقوم بدفع تلك الـ 15 دولار. كيف حالك يا بوني؟ رايد ميتشو أرماديلو، سنذهب لمنطقة أرماديلو. حسنا لا مشكلة. باونتي هانتر، نعم عرفت بأننا نشتغل مع رجال الشرطة، نقوم باللحاق بالباونتي. حسنا نقوم بالسياقة يا أصدقاء وسنذهب لأرماديلو. ممكن أن تريد شراء شيء ما. هنا استامينا كذلك فإنها ستنزل في هذه الخيول. في لعبة ريد ديد ريدمبشن 2 شركة روكستار جيمز منعت استامينا من النزول في هذه الخيول الخاصة بالواجن، يعني يمكنكم الجري بها لا مشكل، لكن هنا في ريد ديد ريدمبشن استامينا كذلك فإنها تنزل خاصة بهذه الخيول. الأشياء الجميلة هنا في هذه اللعبة هو أنه يجب عليكم المرور في الطريق، إذا مثلا خرجتم على الطريق سرعتكم فإنها تنخفض، وهذا شيء جيد صراحة. في ريد ديد ريدمبشن 2 لا أتذكر، لكن بالنسبة للخيل الخاص بي نعم نفس الشيء كذلك في ريد ديد ريدمبشن. بالنسبة للخيل الخاص بي كنت أمر به في الطريق العادية الطريق الأخرى. هذاك الشخص يريد كاد أن يضرب فينا، لكن بالنسبة لريد ديد ريدمبشن 2 مثلا أردتم الذهاب لمكان أوتوماتيكيا فيمكنكم يا أصدقاء تشغيل السينيماتيك وستذهبون أوتوماتيكيا للمنطقة. سنجري الآن بهذه الطريقة. فقط تأكدوا إذا كنتم تستعملون ليفت شيفت مثلي كيبورد يجب عليكم الدخول للويندوز وتغيير الإعدادات، لأن هناك إعدادات تكون في الويندوز إذا ضغطتم مثلا 3 مرات 4 مرات بسرعة. الشيء الذي يحدث هو أنكم تخرجوا للويندوز وستظهر لكم علامة، تلك العلامة ستزعجكم صراحة ويظهر صوت مزعج، لهذا سوف يجب عليكم فعل ديزيبل لتلك الخاصية في الويندوز. هنا لا يهمنا تقريبا أمر هذا الحديث، لأن السبع عندما سنصل للمنطقة سأعود لكم. صراحة المناظر رائعة جدا، صحراء كبيرة. تشولا سبرينغز، وصلنا لمنطقة تشولا سبرينغز، هي لحد الآن لا تعرف بأنها لدينا زوجة. نحن وصلنا لمنطقة أرماديلو، هنا سنشتغل مع شريف. الآن يجب علينا الذهاب للمحل شراء الأمور التي سنحتاجها. كذلك بما أن اللعبة قديمة لاحظوا ماذا تلاحظون والفرق ما بينها وبين ريد ديد ريدمبشن 2. في هذه الكاتسين سيظهر لكم الأمر، هناك فرق كبير. كذلك جي تي اي سان أندريس فإنها أفضل شيئا ما من ريد ديد ريدمبشن. شيء ماذا لاحظتم؟ لاحظتم شيء ما سأخبركم. القرية لا يوجد فيها الكثير من البيتز فارغة، كأنكم لوحدي كنت تتجولوا، لا يوجد الكثير من الأكشن، الكثير من البيتز، عكس ريد ديد ريدمبشن. ريد ديد ريدمبشن عندما تدخل القرية تجدون عدد كثير جدا من الناس، هنا لا، هناك شخص هناك، شخص هنا، هناك، ولا يوجد الكثير من الناس، ركزوا. لكن في ريد ديد ريدمبشن عدد هائل جدا من الناس ستجدونهم يا أصدقاء، جالسون يتعاركون كوارد تحدث. صديقي برشاس ميديسين، سنقوم بشراء الدواء. دكتور فري، ليتس جو.
حسنا نلتقي لاحقا يا صديقي. علينا شراء فقط الدواء عند هذا واللعبة في نفس الوقت. تعرفكم بأن في إمكانكم المجيء لهنا شراء الميديسين، فتح الساتش بهذه الطريقة، الوار هورس، استعمال الميديسين لديكم، الكيتس إذا أردتم فعل الكامب فين، وتلك الأشياء شيء جيد. لأن سنأتي للجنرال ستور بدأت الكاتسين. It was nice to be able to enjoy. نعم لديها السلاح. ها عصر الأوتلوز، أي شخص يجب من الضرران يكون لديه مسدس كي يدافع على نفسه. Back to the ranch. فهمت. قالت لنا اذهب تجول في أرماديلو ويمكنك في أي وقت أخذ ستيج كوتش والمجيء. إذا أردنا عدم السياقة يا أصدقاء وكانت الطريق طويلة يمكننا أخذ ستيج كوتش مثل ريد ديد ريدمبشن. نفس الشيء شاهدوا. If you want to leave Armadillo there are usually stage coaches. بالفعل هذا ما سمعناه وهذا ما عرفناه، لكن عليكم دفع المال. لدينا زائد 50. أوه لدينا منزل جديد. لا نستطيع شراءه يا رفاقي. You can now purchase in the ranch. يمكنني إرفاق شراء البروبرتيز. هذا شيء خطير، يعني إذا ليس لدينا المال. ها البوكر يا حبيبي، يمكننا لعب البوكر هنا وجمع الأموال. لكن من زمان لم ألعب البوكر، تعودت على لعب ها شيء الفتيات بائعات الهواء items. أتسأل هنا هل بائعات الهواء يمكنكم التحدث معهم أم لا؟ في ريد ديد ريدمبشن يمكنكم التحدث معهم لكن لا يمكنكم فعل أي شيء. هنا يمكننا شراء الأسلحة. number of location يعني البوكر سيكون منتشر، شيء جيد. المهم سنأتي إلى هنا لأن هناك شيء لم صديقي مهمة شنوية شيء. ماذا تريد يا رفيق؟ شو داون؟ سنقوم بفعل شو داون رغم أني لست متأكد كيف يمكنك دول اللوكيشن. مشكلة يجب علي قتله يا رفاق قبل أن يقتلني. أول مرة سنقوم بفعل الدول. ريد ديد ريدمشن كنت أدمرهم. توبياس ويلدن. ها الناس لقد جاءوا لكي يتفرجوا. أول دول. بريس تو سكيب ذا تشيتوري. لا نريد التشيتوري. أول مرة سنقوم بلعب هذا الدول. لدينا السلاح الذهبي. هيا دراو يور جان. Alternative move your hand towards your gun. إن شاء الله. يس مش. هيا هيا. هكذا. هكذا. Please shot. Press A. دمرته. أعدكم لست متأكد كيف فعلته ولكني فعلته. حصلت كذلك على accomplishment اسمها الجان سلينجر. Bad deeds are not. لست متأكد كيف فعلته ولكني فعلته يا أصدقاء. أعدكم لست متأكد. المهم. ارتفعت تلك الزرقاء، قمت بوضع العلامات بكيو، إن قمنا باستعمال الديد آي، حصلنا على أميوني مسكين مات، لوت ذا بادي، ليتس جو، نفعل اللوتين كذا، هو الذي أراد فعل الدول، فجرت رأسه يا أصيخاشي، رأسه انفجر يا رفاق، هذا شيء جنوني يعني، المهم سنأتي هنا عند الشريف، نعم، هذا هو المحل الخاص بالشريف. وسنكشف ماذا يريد. أتوقع سنقوم باللحاق بالباونتيز الآن. هناك هذا الشخص مسجون. لا شخصان. شخص مسجون مقفول عليه وشخص آخر الباب مفتوح عليه. لدينا فيزيتر. لا بل الشرطي. الشرطي هو النائم في تلك الزنزانة يدسو الباب مفتوح. You want to speak to me. اسمنا جان مارسون. الشخص يريد تحدث معنا ما أتوقع. البوس هو الذي يريد تحدث معنا، لكن لماذا يبزق بتلك الطريقة؟ أعتقد بأنه بطل أم ماذا؟ ترين كامبني. لا قلنا لا نحن من فورت مرسر. You them one of them. Williamson boys. توقع بأننا مع رجال بيل ويليامز، بيل الذي قام بإصابتنا في الحلقة السابقة. جاء الشريف الكبير الآن. ويليامسون بويز. إيديتس. نعم مغفلون. هيا أنزل سلاحك ننزل سلاحنا. يس. ذلك السجين كان يريد منا أن نقوم بقتل ذاك لكي تكون لديه فرصة لكي يهرب، لكن في الأخير فشل.
طردنا جونا. هيا اذهب. ها شي وهي بزوق الان يستفزوني لكي اتحدث، لكن نحن لن نتحدث الان، سنضربهم. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Frighten. Ha, قلنا له هناك بعض اطفال المدرسه اذهب وقم باخافتهم. نحن لن تخيفنا. نحن لقد تعاركنا مع اقوى منك يا صديقي. تعاركنا مع الدوله العميقه البينكرتونز. اوكي. اوكي. قلنا له نريد ان نقتل بيل ويليامسون، هل في امكانك مساعدتي؟ وهذا الشخص يضحك. انا بيل ويليامسون تعلم يا رفاق مع داتش فاندرلان كيف بإمكانه الهروب، يعني من الصعب الإمساك به. انت سوسايد؟ نعم. قال قال عملي هو تأمين هذه البلدة، وليس عملي الذهاب واللحاق ببيل وإدخال نفسي في المشاكل. Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. هذا الشخص يعرف من نحن. My cause is to keep this town from turning. لا يريد مساعدتنا. يعني هدفه تأمين هذه البلدة. The whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. ممكن أنها علينا مساعدته لكي يساعدنا. Right now. I got the railway. People who can pay my salary. Railway. يعني شخص زعيم القطار. ذلك الشخص الذي قمنا بقتله في ريد ريدمشن. نسيت ما اسمه. الشخص الغني. ذلك الشخص ممكن ورشاته الذين سيطروا على البيزنس بعدها إلى آخره. هم الذين يدفعون المال لهذا. يقوم بتأمين المنطقة، تأمين البلدة، تأمين محطة القطار. الآن سنحاول اقناعه. Let's go deal with them hoods. In the saloon. Then we'll discuss Williams. سنساعده في تدمير الشباب في الصالون لكي يطيعوا رجل الشرطة، لأنهم يقومون يا أصدقاء بفعل الشغب في هذه البلدة. وبعدها نتحدث عن بيلي ويليامز. فهمت. السجين المسكين جالس لوحده هناك يعيد الأيام. كم مرة من يوم. نعم سألحق بك لكن ليس كذلك. هكذا اوفر. لكن احاول المشي، يعني يمكنكم فقط المشي بهذه الطريقه. ليس مثل ريد ديد ريدمشن لديكم ثلاثه مشيات، الجاري، المشي ببطء اكثر بكثير من هذا، المشي العادي. وصلنا. ساذهب ساسبقه. لست متاكدا سنفشل ام لا. لكي نبدا الكاسين عندنا سنتاخر اذا بقينا. ها خرج. فولوهم سنلحق به. هو لديه خيل جيد نظيف، اعتنى بذلك الخيل. ذلك الشخص صفرنا الخيل، نحن كذلك سنصفر. نعم اتش. نعم انتظر خيلي سياتي. شيد خيل خيلي اخطر بكثير من الخيل الخاص بك يا صديقي. سأذهب سألحق به. الحق بي انت. احسن العمل. استامينا، لقد عرفنا طريقة الجري. انا مر منهم. سنقوم بالضغط، هكذا نقوم بجمع استامينا، وفي نفس الوقت نحن نجري بنفس السرعة التي يجري بها الخيل الخاص بصديقي. وكأننا رفعنا الصامينة شيئا ما، أصبحت الصامينة خضراء. الآن سنحاول الإقناع. الآن أقف حتى تظهر العلامة الحمراء، بعدها نجري ببطء، بعدها نجري مرة أخرى. You have begun loyalty في your mouth. نعم بدأنا نضيف الآن الثقة في الخيل الخاص. نمر هكذا عبر الطريق، لأني إذا خرجت عن الطريق الشيء الذي يحدث ببساطة هو أن السرعة تنخفض. نعم الآن سنتوقف. واستمع للخصب الخيل الخاص لقد بدأت ترتفع تدريجيا. يعني الباوندين الخاص بالخيل لديه علاقة بالصامينة، كلما رفعتم الباوندين سترتفع الصامينة. تقريبا نفس استراتيجية ريد وي جات كامبني. لقد رأونا. بدأوا في التسديد. ليتس جو. الآن سنبدأ يا حبيبي التسديد والتدمير. هذا ما نحبه يا رفاق في ألعاب شركة روكستار جيمز. دائما التدمير، دائما الأكشن.
نقوم بأخذ هذا. نعم فهمت. لا تقلق. بسرعة. يس. أيوه. انشادم. ديد آي. لا أستطيع استعمال انشادم. انشادم. لا أستطيع استعمال. يجب علي اكتشاف استراتيجية ديد آي. ريلون. نعم فهمت. سنأتي إلى هنا كافر. قوم أصاب شوي دمرش. ماش. لا لم يموت. لم أصب. ممتاز. ننسى الآن. الآن سنسحب. لا مشكلة. كافر مي أو دونت كافر مي. I will do it my friend. شيلو. قوم أصاب شوي أصيق في البطن. Yes, yes. Thank you. Listen, she behind the head. Chaz, I saw you at the cafe. Ah, ذلك هو الباونتي. Capture, نعم. هيا. مات. استطيع الامساك به الان. نعم نعم. I saw you في الرجل يا اصيقه. وبالفعل امسكنا به وهو حي. الكلب سدد عليه. خفت ان يقتلني. قال في إمكانك أن تكون رجل شرطة. قال لا أريد أن أكون رجل شرطة. لا أريد الانضمام لهذه الدولة. أنا صراحة بسببهم يا رفاق حدثت الكارثة. عصابة داتش فاندرلان كوارث وقعت. ماني زائد $20. أنا بربي بوير رياكت بوزيتيف. ليتس جو. سنحاول رفع الأونر كذلك أثناء التخييم. هنا أتوقع ليست لدينا خيارات. ليس مثل ريد ديد ريدمشن مثلا إذا كان الأونر لو النهاية ستكون مختلفة وتلك الأمور. أتوقع جاءت مؤخرا فقط. الآن ممتاز. جمعنا الأموال صراحة بعدما قمنا بفعل اللوتين. أين الخيل الخاص بي؟ سفير الهاو هو هنا. وهناك بعض من الخيول هنا. أتسأل هل هاتي هناك هذا الخيل. تسأل هل هذا الخيل جيد أم لا؟ لا أتوقع ذلك الخيل عادي. هناك خيل جيد لكن أثناء التختيم سنحصل عليه ولكن ليس الآن. هؤلاء كذلك لديهم خيول لكن خيول عادي. شوبار ماتريجن إزلاق شوفين بيرد كو سكينين ليتس جو. يعني في إمكاننا الصيد في إمكاننا فعل كثير من الأشياء. سنحاول الصيد وسنحاول فعل السكين. بيرد بيرد بيرد. ليس بيرد. ما هذا الحيوان العجيب؟ أرنب. أرنب لديه القرون. ما هذا؟ أول مرة سأرى يا أصدقائي. اسعد من الاتصال أحسن. أول مرة سأرى أرنب لديه القرون. واو. سكيند أنيمال. ليتس جو. ما أدري. تبي سكين. شيء تدي ما شيء. طريقة فعل سكينين. ها. طريقة فعل سكينين. جاكالوبس. باك أنت زائد واحد. رابيش ميش بالفعل لكن لديه القرون يا أصدقائي. يا ده. سكين أنيمال أر سورس أوف راو ماتيريالز. يعني يمكننا الطهو ويمكننا فعل كثير من الأشياء. الشمس بدأت تغرب. أتوقع سنقوم بفعل كامب وسننام. إن شاء الله ندخل داخل من هذا المنزل. نستطيع فعل اللوتين. هناك صندوق. ليتس جو. لا يوجد فيه أي شيء. لا فيه فيه. رغم أنه يظهر على أنه فارغ لكن فيه. نستطيع النوم هنا. لا. هناك يرفق الرصاص يلالع. من الرصاص. هناك رصاص يولي عليه يا رفاق في تلك الضفة هنا. موسيقى غريبة. موسيقى خاصة بالأكشن. لا ممتع ممتع اللعبة يا صديقي. الشيء الذي سأفعله الآن هو أنني سأحاول وضع كام. لكي ننام نرتاح. غدا صباحا سنشابع الطريق. نأتي ليبي نأتي الكيت. كام ليتس جو. نستطيع وضعها هنا. هذا شيء جيد. يو كان فاست ترافل. شيء رائع. يمكننا فعل سيف جيم كذلك. شيء مميز. قمت بفعل سيف جيم. نستطيع تغيير الملابس. نستطيع فعل سيف الفاست ترافل. ترافل تو ارماديلو نيكست ديستنيشن بريفيو. كيف يعني مكفى؟ هذا شيء خطير. هذا الفاست ترافلين مميز يا رفاقي. سنقوم باختصار الكثير من الوقت. ليف ذا ترافل. لكن مع الاسف لا نستطيع لا الطهو ولا فعل اي شيء. يمكننا فعل السيف تغيير الاوتفيت والفاست ترافل.
هذا ما يوجد لدينا هنا. هذا السبب سنأتي هنا ترافل، سنأتي لمكفارلن رانش وسنذهب بالخيل وسنظهر في المنطقة. وصلنا أخيرا عند مكفارلن رانش. You can now help the ranch hands patrol. أوه في الليل يمكننا مساعدة الرانش. فهمت. أول شيء سأفعله سأتي هنا عند بوني لنقوم بفعل مهمة خاصة بها. أبوني تنتظر. Mr. Marston, I've been hearing about your plan. Your plan سمعت. Yes, from Lee Johnson to settle here and build. Good life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. لا. قالت لا لقد سمعت على خططك بأنك ستبقى هنا وستحاول بناء مستقبل، لكن قال لها أنا متأسف. تلك ليست هي خططي، لأن بوني بدأت تتعلق الآن بجون مارستون. غانسلينجر يستطيع حماية المزرعة، يستطيع الاشتغال في المزرعة لأن لديه الخبرة أصلا لديها مزرعة خاصة به. وبوني تحتاج لرجل لكي يكون معه هنا في المزرعة. ميس بوني قالت لنا فقط قل لي بوني الاسم العادي، يعني انها بدات الان سيخبرها بالحقيقه. قال لها مكفارلن انا متزوج ولدي ابن، وكانت لدي ابنه لكنها ماتت. وتحدث الان على الجانج تاتش فاندرلاند. قال لها قتلنا الناس، سرقنا البنوك، وبيل ويلمسون كان مع تلك العصابه. نعم، إذا لم نقوم بالإمساك ببيل ويليامسون الكوارث ستأتي لعائلتنا يا رفاق. لهذا السبب يجب علينا تدميره، يا إما إدخاله للسجن أو قتله. أنا أراد قتلنا أصلا. لولا بوني she had no idea. الآن عرفت الحقيقة. He never saw his homeland, but لم يرى له هوملاند. أبا جون مارستون ولد في قارب أثناء عملية السفر لنيويورك. توماني نعم لدينا المال، في إمكاني دفع المال له. المسكين هو فهمنا. أبوها ممكن أنها أخذ قرض ولازال لم يدفع بعد ذلك القرض للدولة للبنك. لهذا السبب بوني هي تشتغل الآن وتحاول دفع ذلك القرض لكي لا تأتي الدولة وتسيطر على مزرعتها. فهمنا. عليها بيع البيض، بيع الحليب إذا كان لديهم البقر، محاولة صيد الخيول وترويضها وبيعها كذلك لكي تحاول الحصول على الأموال. نعم زعيم الجانج على الأقل علمها كيف يقرأ وكيف يكتب. داتش فاندرلاند نعم قتلنا الناس. نعم لقد أخبرها بالكثير من المعلومات. نعم أخبرها بالاختصار. شخص يقتل شخص لكي يسيطر شخص على المكان ولكي يأتي شخص غني ويتم التصويت عليه، وفي الأخير الشخص الغني هو الذي سيربح. الهرد تبصر فهمنا. الآن سنشتغل رعاة للغنم. طريق من هناك سنرعى الغنم من أجل بوني. لا مشكل نشتغل معها في المزرعة. هيا يا بوني هيا. تذهب معنا أم ماذا؟ الخيل الخاص بنا فإنه يعرف مكانه. وصلنا للمنطقة الخيل الكامب بان. سنذهب الآن للبان الخاص بالبقر. أكامبني بوني يس. هيا ليتس جو بوي. الآن أخبرناها بالحقيقة، لم نخبرها في المرة السابقة بالحقيقة، لكن الآن قررت جون مارستون. أين هي منطقة الأبقار؟ لا أصل... ها ها هي. يس نايس تو سي يو تو. الأبقار. هل سنقوم بإخراجهم لكي يرعوا؟ موف إنتو بوزيشن. نعم فهمت. نعم سنقوم بإخراجهم.
هيا بوني بوني تعودوا عليها ركز ولم يخافوا منها. Get behind the cow. شو هيا تحرك. نعم لقد خافوا منك اصلا. لا تقلقي انا بالخلف منهم. لكن انت لا يجب عليك اخراجهم. هيا هيا هيا. اذهب اصعد اصعد. اصعد اصعد الطريق من هناك. هيا. في امكاني. نعم لقد عرفت لكن ابتعدي انت لقد خافوا منها. خافوا منها يا صقلي لسبب لم يريد الصعود لانها كانت واقفه هنا. فقد تحركي ولا تقلقي. انا ساقوم بدفعهم لا تقلقي. نحتفظ فقط على السرعه. اريد الدهان بنفس السرعه الخاصه بالكار. احسن العمل. هيني جانس هيا فقط تحرك. هيا هيا هيا. اذهبوا عبر الطريق عبر الطريق. احسنتم احسنتم هيا تحركوا. ممتاز. جيد ها نحن اوصلناهم بالقرب من الابقار الاخرون سيرعون هنا في هذا الحقل. فهمت فهمت. الان بعدما وضعناهم هنا الشيء الذي علينا فعله هو ان علينا اخذ هذا لتلك المنطقه. Look at the horse. Let's go. Let's go. اوه هذا شيء جيد هذا هكذا. ركزوا موف لكي يسرعوا. Let's go baby. بدأنا نتعود. هيا. موف موف. نقوم بإخافتهم. هيا موف موف. موف موف أنت يا أيها الثور العيني. جيد أوصلنا هون المنطقة. هذا شيء جيد. نتعلم المعلومات الآن. قالت بأننا محترفين في فعل الراشي وتسيير الأبقار. لديها عمل ستفعله في الرانش. نلتقي لاحقا يا بوني. حصلنا على الأموال $5 يا صديقي. الآن سأبتعد وسأترك الشباب يقومون بمراقبة الأبقار. نترك الأبقار يرعون هنا في هذه الأرض. شهد الخيل. شهد الخيل الأسود. واو واو خطير. لكن المشكل ليس لدي الحبل يا أصدقاء. لهذا السبب لا أستطيع الإمساك بذلك الخيل. نتركه. وهي لكي نعود الآن. أتوقع بأني سأكشف فقط بهذا في هذه الحلقة. في الحلقة القادمة إن شاء الله سنتابع المهام الخاصة ببوني. أنها بقيت لنا مهمة هنا خاصة ببوني. نايت واتش جوب. هنا لدينا نايت واتش يمكن الاشتغال ليلا هنا. ستيج كوتش إذا أردنا أخذ ستيج كوتش مثلا والاتجاه هنا نحو أرماديلو لكي نلتقي بالشرطي. لدينا الكثير من المهام مع الشرطي. مهام الشرطي أصلا هي المهام التي فيها الأكشن. المهام التي سنذهب نستعمل الأسلحة نقوم بشدم الجميع. لكن بالنسبة لي أنا سأكشف فقط بهذا الرفاق. إذا عجبتكم حلقة اليوم دعموا الضغط على زر لايك وشاركوا مع أصحابكم. حتى ذلك الحين كان معكم ياسين. استودعكم الله ولي لا تستطيع وداعه ولا تنسوا بأن السلام هو خير ختام.